عندك ذكريات كتيرة على صبوحة؟ وذكريات كتيرة أو بس يا ريت الواحد يقدر يستجمع كله. يعني صباح يمكن أحد الناس إنه وأنا صغير كنت أتفرج عليها أتغزل فيها. هي وليلى مراد، كنت دايما أقول إيه بقى، أنا هاي يوم واقف أشاور للفرقة كده لليلى مراد أو لو صباح أو بتاع، إلى أن تقابلنا بالصدفة. قالت لي ازيك بضحكتها، قلت لها اهلا، كنا في الاذاعه. قالت لي مش هنشتغل مع بعض؟ ده اول لقاء. قلت لها تأمري. قالت لي يا سلام، خلاص هاجي لك البيت. وخدت العنوان. فجاه في اليوم ده كان عندي مؤلف جديد لاول مره بيكتب اسمه سمير الطائر اللي مال الدنيا اغاني طبعا. وش وصل لقيت صباح جت اتفضلت دخل قعدت، قالت لي عايزين نطلع بحاجه جديده بتاع. فقال لي والله يا استاذ حلمي انا كاتب اغنيه اسمها بياع كلام، كلام كلام ما باخدش منا غير كلام، والاغنيه دي عملت ازمات سياسيه على ثلاث رؤساء. فجينا عملنا الاغنيه. صبوحه بقى عرفت هي مرحه وتحب تضحك وتحب الدعم، انما كنت كل تسجيل اخلق قصه حب. هنتجوز امتى؟ تقول لي يلا الطرابه دي، خش الاستوديو ساعه نكون مخلصين. لما جينا سجلنا بياع كلام وكانت بتذاع، فكان الرئيس جمال عبد الناصر كل ما اقول خطبه صدام حسين روح جايب له الاغنيه كلام كلام ما باخدش منا غير كلام، يعني وظيفه الاغنيه سياسيه. لغايه لما صدر امر بوقف الاغنيه، جه ايام السادات ذاعوا الاغنيه، انا جيت ذاعت انس راح الخطاب يقول السادات، روح صدام حسين حاطط بياع كلام وقف الاغنيه لغايه حسني مبارك. نفس الحكايه حصل. فقلت لها دي اغنيه سياسيه ولا عاطفيه؟ انا مش فاهم.